أهلا بكم من جديد في ثالث وآخر ملفات حصادنا الإخباري، وتحديدا عن دور قطر التخريبي مرة ثانية. ألسنة تعودت الكذب وألفته حتى أصبح نهجا لها، تبث سموم الإرهاب والتطرف في كل بقعة عربية، تحرض على العنف والكراهية وتحشد المتطرفين من كل حدب وصوب لتنسج خيوط الفتنة والإرهاب. إنها قطر تنظيم الحمدين. بالفعل، فهي طرق ملتوية لجأت إليها الإمارة الصغيرة لتمرير ملايين بل مليارات الدولارات لدعم الإرهابيين في محاولة للتخفي وضمان عدم تحمل مسؤولية قانونية أمام المجتمع الدولي. ولعل أحد أبرز أساليبها هو اللجوء لتحويل أموال المتطرفين عن طريق المنظمات المجتمعية والخيرية. الزميلة نهى توفيق تستعرض لنا أبرز الطرق الملتوية في هذا العرض. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستعرض مع حضراتكم في هذا العرض المعلوماتي علاقة قطر بالجماعات الإرهابية حول العالم. تاريخ قطر في دعم المنظمات الإرهابية حول العالم يمتد على مدى سنوات، وحول العالم فمنظمة قطر الخيرية التي ساهمت في تمويل الإرهاب في عدد من الدول تحت غطاء المساعدات والتبرعات هي في الحقيقة الأموال التي أدت لعمل عمليات إرهابية، حيث قامت بتمويل جماعة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وتمويل الجماعات الإرهابية في شمال مالي وهكذا. ففي يونيو عام 2012 نقلت أسبوعية لوكانار الفرنسية عن مصادر استخباراتية فرنسية أن أمير قطر منح مساعدات مالية للجماعات الإرهابية المسلحة التي احتلت شمال مالي وحركات أخرى تستفيد من الدعم المالي القطري، سواء بالحصول على مساعدات لوجستية أو مساهمات مالية مباشرة تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية تنشط هناك. ومن المستفيدين أيضا من المساعدات القطرية على وجه التحديد حركة التوحيد والجهاد المتطرفة في غرب إفريقيا، والتي تعتمد أيضا في مصادر تمويلها على تجارة المخدرات والسلاح والاختطاف. وقد احتجزت لعدة أشهر 7 دبلوماسيين جزائريين وطالبت بفدية، لكن السلطات الجزائرية رفضت ذلك. ومن أبرز من استفاد من هذا الدعم متمردو حركة تحرير أزواد وحركة أنصار الدين وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي التي تتلقى مساعدات مالية كبيرة من قطر. أما في الصومال فقد أكدت مصادر أمنية أمريكية أن عبد الرحمن النعيمي أخطر رجل في قطر وأكبر الممولين للجماعات الإرهابية في العالم تربطه علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب الصومالية حسن عويس، مشيرة إلى أن النعيمي حول نحو 250 ألف دولار عام 2012 إلى قياديين بالحركة مصنفين في قوائم الإرهاب الدولية. كذلك في موريتانيا، حيث سعت قطر إلى اختراق مؤسسات الدولة لتنفيذ انقلاب على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لصالح حلفائها من أصحاب الأجندات المرتبطة بالإسلام السياسي. وبحسب تصريحات للأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية محمد إسحاق الكنتي، فإن قطر أنفقت أموالها بسخاء على حركات الإرهاب والتطرف، كما دفعت أموالا لجماعة الإخوان في موريتانيا لزعزعة استقرار البلاد والقيام بثورة على غرار ما جرى في تونس ومصر وليبيا 2011. يد قطر الممولة للإرهاب امتدت أيضا إلى الفلبين، حيث تعرضت جزيرة ميندناو الجنوبية لهجمات إرهابية متكررة من قبل جماعة مأوتي وما يطلق عليهم بمناضلي الحرية وميليشيا مقاتلي أبو سياف، والتي ثبت تورطها جميعا مع تنظيم داعش، وهو التنظيم الذي تقوم قطر بدعمه وبتمويله وله أذرع في عدد من الدول.
إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراض لعلاقة قطر الوثيقة بالجماعات الإرهابية حول العالم. شكرا لحضراتكم وعودة إلى سياق نشرتنا.